ديال البلاد هذا تاع البلاد تقول له انتشر صالح الله يبارك الله يبارك هذا شحال غادي يجيب ان شاء الله الارانب الدجاج الرومي راه داير 20 درهم انت شوف البقري كي داير الله يبارك الله مرجان هذا اش تبيع مرجان بحالو هذا شويه اللهم بارك بقى والو العيد درك الاسماك الانواع والاشكال ديال الاجواء الاخوان داخل السوق الاسبوعي ريسلان السلام عليكم الاخوان الاخوات تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد الان راحنا كنتواجدوا في السوق الاسبوعي سوق الحد ريسلان اقليم بركان في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتعرفوا على الاثمنه ديال الخضر والفواكه وكذلك الاسماك واللحوم قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم ما تنساوش تصليوا على النبي على بركه الله نبداو هذا الفيديو ان شاء الله التشين ديال الغرب هذا ياك الساعه ديال الغرب واه مليحه الله يبارك شحال داير الكيلو لا راه داير 6 دراهم هذه ماكله ولا عصير الماكله والعصير الماكله والعصير بجوج فيها خير كي داير الدعوه في السوق هذا النهار سوق الحد الحمد لله اللهم لك الحمد لله ايا الاخوان النصره لا هي مع الحلي ما نمشيش والاغلبيه درك الناس لا هي مع الخروف النصره هي مع الحلي السوق على برا وغادي ندخلوا ان شاء الله ونديروا دوره النصره هي مع الحلي هذا النهار ما كاش الخروج والو والدعوه لها راك دا الخروج والو الناس راه هي غير مع الحلي راهم خايفين حتى يشريوا الحلي باش يشريوا عادي يرتاحوا نيشان يشريوا الحلي تروج شويه الدعوه ان شاء الله طلب ربي يجيب تيسير الجميع ان شاء الله السوق الاسبوعي ريسلان اقليم بركان كما العاده السوق معروف باللوز والمنطقه كامله معروفه باللوز اللوز الانواع والاشكال الله يبارك اللهم بارك وزد في ذلك شركه تبارك الله عليك دعوه زينه الله يحفظك ان شاء الله هذا واش اللبن هذا ديال من هذا اللبن هذا ديال المعيز شحال داير 30 درهم هذا اللبن هذا ديال المعيز داير 30 درهم ل 5 لتر الله يبارك الله يبارك المهم ما تديش باللتر غير ب 5 لتر فيها خير البيض الموجود القليه الزيتون شركه تبارك الله عليك دعوه زينه الله يحفظك شحال داير البيض البلدي شحال بجوج دراهم تبارك الله هذا ديال البيبي شحال داير 3 دراهم اللهم بارك خير موجود القليه شحال 25 درهم اللهم بارك عافيك لو فوتو اللهم بارك اللهم بارك الاسماك الانواع والاشكال الاشكال خورير كل شيء موجود اللهم بارك اللهم بارك وهذوك هما اللي نعطيك اخويا الهوان شحال داروا 500 400 دون 20 درهم 20 درهم الواح 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 واش انت خورير لي زونشوا شحال لي زونشوا 12 درهم 12 درهم اللهم بارك ستيلو ستيلو لي زونشوا 12 درهم فايت كيلو ونص أو الإخوان الريسان ديال العنزي الرجلين ديال ديال البقري 30 درهم 30 درهم من الراس 30 درهم الدوارة الدوارة تاع الغلمي 50 درهم الحبة 50 درهم الحبة ديال العنزي كي الغلمي فيها خير اللحم الراس اللحم الراس 35 درهم 35 درهم الكيلو ديال العجل الله يبارك هادو 11000 الواحد 11000 الحبة الله يبارك اللهم بارك اللهم بارك جودة الجودة اللهم بارك ديال البلاد هذا تاع البلاد تقول له انتشر صالح الله يبارك الله يبارك الله يبارك هذا شحال غادي يجيب ان شاء الله انا كنجيب 11 كيلو ولا 12 ميجا الله يبارك 12 كيلو تقريبا لو 100 كيلو لا 12 كيلو الله يبارك شحال داير الغنمي 11 11000 110 درهم اللهم بارك مرحبا بهم اخويا واه اليوم راه العيد راه صافي هو النهار الثاني جا سوق الحد يعني السوق الجاي ما يكون الحد السوق الجاي الله يجعل البركه يكون العيد ديك الساعه تنمر العيد ان شاء الله عاوتاني ان شاء الله الرحمن الرحيم نعيدو وسلام ان شاء الله ونعيدو بالصحه والهنا ونعيدو مزيان ان شاء الله هذا هو النشاط ان شاء الله تحياتي اسمح لي اللهم بارك ولا البقري شحال داير؟ البقري 9000 9000 انت شوف البقري كي داير الله يبارك الله يبارك مرجان هذا اش تبيع مرجان بحالو هذا 9000 90 درهم اللهم بارك بغيت تبرع شويه اللهم بارك ها هو الاخوان شويه اللهم بارك ما بقى والو العيد درك واه ما بقى والو ان شاء الله اللهم بارك ان شاء الله ها شويه شحال داير القصبه هذا
هذا كدير مولاه هذا شطره هكذا هذا جابوا مولاه وشويه له طيب الله يبارك السلام عليكم الله عليك عمر مرسويا الله يبارك هو الخير الاجواء داخل السوق الاسبوعي الخرفان كاين ثمن ولا كاين ثمن صراحه نقولوا نطلبوا ربي ان شاء الله كاع كلشي عيد الدجاج الرومي راه داير 20 درهم 20 درهم الناس الكرام راهي مع الحولي ياك تشري الحولي غادي تهناو 20 درهم الكيلو والاخوان حنا كنتواجدوا عند الصديق ديالنا كما العاده الله يحفظك خير موجود اللهم بارك اللتشين اللتشين شحال هذا 6 دراهم الله يبارك ماكله وعسل 8 دراهم 8 دراهم 20 درهم هذا ديال برا هكذا البنان 15 درهم البنان الشهدية 14 درهم ماتيشه ولات 7 دراهم شوية ماتيشه دار 7 دراهم 5 دراهم القرعة 5 دراهم ها هي القرعة 5 ديال الدراهم يبارك الزرودية 5 دراهم البطاطا 5 دراهم ديال بركان ياك ديال بركان ديال بركان سبونتا 3 دراهم ونص البصله والخيار 6 دراهم القروم 6 دراهم والحرور 7 دراهم اللهم بارك 12 الله يبارك زوينه 12 درهم لوبيا كريني الله يبارك واش شابه لك في السوق هذا النهار؟ لا السوق شويه شويه خاوي شويه والناس هذا مع الحولي يضرب فيها خير الله يجيبك التيسير الله يمنعك 8 درهم شحال هذا راه ماتيشا العزيز؟ ماتيشا 8 درهم 8 ديال الدراهم الله يبارك الفلفله 150 7 دراهم ونص ديال الاجواء الاخوان داخل السوق الاسبوعي ريسلان اقليم بركان الله يبارك اللهم بارك السلام عليكم عزيز تبارك الله عليك اللهم بارك اشحال دايره الشعره صادق الشعره شحال دايره 10 دراهم الشعره اللهم بارك اول اخوان الله يبارك شحال دايره الشهديه 17 درهم عاد جديده الخوخ 17 برقوق 240 12 درهم البرقوق مشمش 180 9 درهم الله يبارك البنان 14 درهم اللهم بارك اسيدي لا جيبكم التيسير لا عندك الخير بارك الله فيك الخير راه كاين من هنا عاود السويهله البطيخ التشين الكريني شحال داير 12 درهم هكذا اللوز تبارك الله شحال راه داير هذا؟ هذا 10000 100 درهم قوقو هكذا هو لوز سميتو القوقو كيفاش؟ الله يبارك في ربك هكذا مشى لبس الحوالة الله يبارك الاخوان هاي الانواع ديال اللوز موجود الخير الله يبارك اللهم بارك وزد في ذلك البيض البلدي شحال هذا؟ البيض البلدي شحال؟ 45 دورو تبارك الله وهذا اللوز المهرس؟ 7000 تبارك الله تبارك الله عليكم الخير موجود الله يبارك اللهم بارك وزد في ذلك البيض البلدي شحال هذا؟ 2 دراهم تبارك الله الله يبارك الارانب هادو شحال داري؟ 90 درهم ها هو الاخوان الدجاج البلدي الزرعه الارض مزلع الله يبارك شحال هذا الديك هذا 12000 ديك زين هذا 120 درهم الله يبارك اللهم بارك وزد في ذلك هادو 3000 هاد الفلوسات هادو فلوسات 3000 الله يبارك البيض ديال السمان هادو 260 216 درهم فيها 18 حبه ما
الله يبارك. وفيه فوائد بزاف هذا البيض هذا، اللهم بارك. هذا الاخوان كنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، هذا نتمنى تكونوا تعرفتوا على الأثمنة ديال الخضر والفواكه وكذلك. السلام عليكم. تبارك الله عليك. سولت عليك الولد غيضر ياك، وما ذلك لا تايلة. لا لا انا قلت له غادي نقلق غادي نمشي. لا يعطيك الخير، راني فرح بهذه الكلمة. قالها لي، قال لي راهي يبيع الفرفر، بلي الاثمنة شوية محركة ياك. شوية كومين هو كاين لي اللي قنع راه يبيع، وهذا اللي كاين وسلكنا الحمد لله. الحمد لله خرجتوا شوية وخرجنا. عندي تما البش اللي صرت، كيف تكون غادي البش بيضاء لاصق فيها خير. كما قلت لكم الاخوان، نتمنى تكونوا تعرفوا الاثمنة ديال الخضر والفواكه وكذلك الاسماك واللحوم في السوق الاسبوعي سوق الحمد الاسلام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. ما تنساوش تصليو على النبي. السلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.